بمتحف الأمير عبد القادر. هذا المكان يروي تاريخ منطقة شهدت تعاقب العديد من الحضارات عليها، فزوكبار الضاربة في عمق التاريخ يعود تأسيسها إلى 25 سنة قبل الميلاد. مليانة بلادي نبغيك ونحبك وقليل عليا المحبة رايه ليك. داخل هذا المتحف كل زاوية منها تحكي قصصا وروايات حول تاريخ وتراث عظيم لا يزال أهل مدينة مليانة محافظين عليه. هذا المتحف الذي يعود تاريخ بنائه إلى العهد العثماني، حيث كان مقرا لإقامة القائد التركي بمدينة مليانة، وعند دخول الأمير عبد القادر إلى مدينة مليانة في 1835 أصبح هذا المبنى دار الأمير. مدينة مليانة هي أصلها مدينة رومانية باعتبار أن تسميتها القديمة هي زوكبار، ثم هذه المدينة ظهرت في العهد الإسلامي لما جاء أبو الفتح بولغن بن الزيري وأسس المدينة الإسلامية على أنقاض المدينة الرومانية زوكبار. وسط المدينة لا تزال المعالم العثمانية حاضرة، فالساعة المشيدة وصوت الجرس أصبح جزءا من أهل هذه المدينة المضيافة. مدينة مليانة التاريخية، الشيخ جعل الشيخ سيدي موسى بن سعود درس هنا في المنطقة عند الشيخ سيدي أحمد بن يوسف القطب، درس هنا تقريبا سنوات، أخذ منه مدينة رائعة. نقوم بعملية تسجيل عملية للحفاظ على كل المعالم الأثرية التي هي متواجدة الآن بمدينة مليانة. مليانة أو زوكبار كما لقبها الرومان هي جزء من زخم التراث الجزائري العريق، والجلوس بمختلف أماكنها يجعلك تتأكد من ذلك.